يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل من لا ينكر المنكر نحسن الظن به؟ هو الأصل، الأصل أن يحسن الظن به، إلا إذا صرح أن هذا ما هو منكر وهذا، وأنت خليك دبلوماسي وخليك واسع الأفق وخليك، هذا صرح والعياذ بالله. أما إذا كان أنه ما يدرى عن عذره أحمله على المحمل الصحيح. نعم، خليك متسامح لا تشدد. نعم.